بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابناء شعبنا في ابرشيه هولندا، الاباء الكهنه الموقرين والاخوه الشمامسه المباركين وابناء الشعب القبطي، احب ان اهنئكم باسبوع الاعلام لهذا العام 2020، ونحتفل به السنه دي ولكن بطريقه مختلفه عن كل سنه بحسب تعليمات الامن اللي وصلتنا، وهو ان احنا هنقيم كل القداسات والصلوات والخدمات بتاعه اسبوع الالام، ولكن قاصره بس على في الكنائس يعني، ولكن قاصره على حضور الكهنه والشمامسه من غير الشعب. يعني هنقيم الصلاه داخل الكنيسه ولكن بدون مصلين. وكنا نتخيل ان رقم 30 المسموح به هو لافراد الشعب، ولكن تداركنا الأمر والأمن فهمنا أن هذا الرقم هو خاص بالشمامسة اللي يقدروا يقيموا طقس الصلوات في هذا الأسبوع. فنحن نحترم تعليمات الأمن، وهنقصر الصلاة فقط على الآباء الكهنة والشمامسة. أما الشعب المبارك، شعبنا التقي النقي الطيب، هيتابع صلواتنا في البث المباشر على قنوات اليوتيوب في القناة الخاصة بالكنيسة. نتابع الصلوات كاملة، نبث بث مباشر للصلوات طول أوقات هذه الصلوات. ونتمنى ليكم أيام مباركة، ونتمنى ليكم حياة روحية سليمة قوية نقية مشتعلة بنار الروح القدس. نطلب مراحم الله الواسعة في هذا الأسبوع، ونصلي أن هو يمن علينا برحمته وبحنانه وبعطفه على شعبه وعلى أولاده، ويدركنا برفع هذا الوباء الخطر الذي يحيط بنا في كل مكان. مرة أخرى أشكركم وأتمنى لكم حياة طيبة مباركة. شكرا.